أساتذة التعليم الثانوي يعلنون استمرار التصعيد وتعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة ويتهمون بن موسى بالغش في الحوارات الجارية. المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي أعلن خوضه إضرابا وطنيا من 13 إلى 16 دجنبر 2023 مع تجسيد وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الخميس 14 دجنبر الجاري، ومواصلة تجسيد الوقفات الجزئية بالمؤسسات التعليمية لساعتين صباحا ومساء. خطوات حسب بلاغ المجلس جاءت كردة فعل على ما وصفه بالتضليل الذي تمارسه الوزارة عبر ما سمي بالدعم التربوي الذي يعتبره المجلس ضرب في الصميم لكل الشعارات التي رفعت حول الجودة والمهنية والإصلاح. كما برر المجلس خطواته التصعيدية بتمادي الوزارة حد وصفه في نهج سياسة الترهيب في حق الأساتذة عبر التوقيفات في العديد من المديريات بمبررات غير قانونية حد وصفه، وإصرار الحكومة على عقد حوارات وصفها البلاغ بالمغشوشة والصورية تتجاوز نضالات الشغيلة التعليمية الميدانية، مطالبا باسترجاع الأجور المقتطعة ومؤكدا أنه سيقابل دون ذلك بعدم تعويض الزمن المدرسي المهدور وحملا كل المسؤولية للوزارة. كما أكد في البلاغ ذاته استمرار تعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة.